الكرام، إذا كما جرت العادة في فقرة أحوال الطرقات، نحن متواجدون بالطريق الاجتنابي الشمالي غوكاد نور، ولكن هذه المرة قربنا قليلا، يعني نحن تحديدا فوق جسر المؤدي إلى الحي الشعبي بلكور أو بلدية سيدي محمد. الحركة المرورية لهذا الصباح دائما مع هذه المقاييس الباردة التي تشير إلى 400. نترككم مشاهدينا مع هذه الصور. إذن الحركة المرورية لنهار اليوم هي حركة عادية جدا. إذن هي حركة عادية، ونحن في الساعات الأولى من الصباح. إذن هي بلدية سيدي محمد أو جسر المؤدي إلى حي بلكور الشعبي في الصورة المقابلة محطة القطار، والمسافرين يعني في انتظار قدوم القطار للتوجه إلى أماكن العمل في أولى أيام الأسبوع. ونحن أيضا بجانب ميناء الجزائر العالمي دي بي وورلد الذي تجري فيه كل عمليات الاستيراد والتصدير. ومع العودة التدريجية لكل أشكال الحياة، ومع العودة التدريجية أيضا لمختلف وسائل النقل، تشهد الحركة المرورية لهذا الصباح يعني حركة عادية، خاصة أنه هذا الطريق يعني في الصورة المقابلة المؤدي إلى الجزائر الوسطى، إلى ساحة الشهداء، إلى محطة تفورة لنقل المسافرين. إذن هي حركة عادية. حركة عادية خاصة مع التحسن في الوضعية الجوية، لأنه المناخ عادة ما يرتبط بالاختناق المروري. أذكر إلى أنه الطقس لنهار اليوم سيكون معتدل على العموم، هذا ما يجعل يعني سير السيارات سير عادي، ولكن المقاييس الباردة دائما التي تؤدي إلى تكون الجليد في الساعات الأولى من الصباح تسبب الانزلاق. لذلك نتمنى دائما السلامة المرورية لكل السائقين. لكل من يشاهدنا الآن إلى أن نحن متواجدون بالطريق الاجتنابي الشمالي الذي يربط الضاحية الشرقية بالغربية، بالضبط في المدخل الذي يؤدي إلى وسط العاصمة فوق جسر بلكور أو بلدية سيدي محمد الذي يتوافد عليه الجميع، نظرا لأنه تحت هذا الجسر هناك محطة لنقل ولنقل المسافرين الذين يفضلون قطع يعني أو السير فوق هذا الجسر للتوجه إلى المدخل الثاني لبلدية بلكور. النفق يعني كما هو معروف لدى الجميع. هي صور للجزائر الجميلة، هي صور للجزائر البيضاء التي دائما ما عرفت بهذا الاسم،
هي الجزائر البيضاء التي نتمنى دائما أن تكون بيضاء في كل المجالات، خاصة في حركة المرور التي أصبحت يعني كهاجس يؤرق المواطنين كل صباح ويدفعهم إلى القيام بتصرفات عشوائية وانتهاك يعني بعض قوانين المرور. كل السيارات متوجهة محطة من سيارات رباعية الدفع، من وسائل لنقل المسافرين، خاصة ونحن في أولى ساعات الصباح وفي أول أيام الأسبوع الأحد الذي يتزامن مع عودة كل العمال والطلاب إلى أشغالهم. كما تلاحظون مشاهدينا في الصور هي حركة عادية، نتمنى دائما أن تكون هكذا، خاصة إلى أن العديد من المواطنين يتجهون من هنا إلى المستشفى، إلى مستشفى مصطفى باشا للتداوي. ونحن نلاحظ أيضا قدوم القطار الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا في ما بين الخطوط الجهوية والخطوط ما بين الولايات الكبرى. هي العودة التدريجية لكل أشكال الحياة التي هي مرهونة دائما على وعي وفطنة المواطن لتفادي ارتفاع الحصيلة اليومية لفيروس كوفيد-19. التوافد الكبير للمواطنين ونحن يعني فوق هذا الجسر. المواطنين قادمون من مختلف ولايات العاصمة، ولايات الجزائر أقول، نظرا إلى أن الجزائر الوسطى بمختلف هياكلها الإدارية التي يعني يتوجه إليها المواطنون كبلدية سيدي محمد، وكما قلت حول أيضا المستشفى الجامعي مستشفى مصطفى باشا. العديد من المواطنون يتوجهون إلى الجزائر العاصمة لقضاء حاجاتهم وللعمل، خاصة إلى أنه كما ذكرت ميناء الجزائر العالمي الذي يعرف مختلف أشكال الاستيراد والتصدير. وما يستقبل أيضا الكثير من العمال المناولين. نعم زهيدة. نعم شكرا جزيلا لك، ودائما عندك ترصد لنا حل الطرقات لنهار اليوم، أكيد هذا طريق المؤدي من